اللي ودي أتكلم عنه، وهذا السؤال لك سعود ولك خالد، في الفترة الحالية نواجد يمكن عدد وزخم من الشعراء اللي صار نظرا للسوشيال ميديا، اللي صارت سهلة أن الإنسان يقدر يوصل نفسه في محتوى. خلينا نتكلم عن الشعر كونكم شعراء، وش اللي يميز الشاعر عن غيره في بيئة صارت كلها شعراء؟ وش اللي يميز المتنبي قبل ألف ومدري كم سنة عن غيره؟ كان في عنده شعراء حلو كثير بعصر. المادة اللي يقدمها تقدم فكرة جميلة، تقدم شعر جميل، تقدم يعني شيء يليق بالناس، هذا اللي يمشي وهذا اللي ينجح. يعني تأكد أنت مؤمن، أنا شخصيا مؤمن أن المتنبي ما كان وحده شاعر بعصره، نعم كان معاه أكثر من الشعراء الموجودين هنا يعني. بالضبط. ولكن وش اللي يميزه من بينهم؟ يا سلام، المادة اللي قاعد يقدمها المتنبي نفسه. فهذا نعيد يعني نقول الشعراء أغلبهم جميلين، الشباب ما شاء الله عليهم تبارك الرحمن، القمة تسع الجميع. حاليا كل الشعراء يقدرون يبدعون، انا اشوف انهم يقدرون يبدعون نظرا لسهوله الوصول الى المعلومه، نظرا لانك العالم صار قريه صغيره وسهل تقديمها، ايضا تقدر تستفيد من اي ثقافه، تقدر تطلع على اي معلومه تبغاها، لذلك كل الامكانيات متوفره بالضبط. والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. سعود، انا والله يعني ما ازيد على كلام اخوي خالد، الناس بكل الأحوال راح تميز مهما كثروا الشعراء، الناس بتعرف الجيد من الرديء يعني. وهو يعني كل قصيد شعر يعني ما هو قرآن منزل عشان أكيد. عشان تميز أحد عن أحد يعني، كل واحد يكتب في أدواته وكل واحد يكتب في ثقافته، ف يعني هذا مساحة للجميع بالأول والأخير، التمييز حيكون للناس، المفاضلة حتكون للناس أيضا يعني، فالحق يعني هو حق مشرع للكل. في بيت شعر لمحمد الذيب اللي يقول النفس من طين والإبداع من غيره. السلام. تشوف أن الإنسان المبدع ممكن إذا غار من نجاح الآخرين هذا شيء يدفع القوة أنه يقدم أكثر. مثل شوف، أي إنسان ما عنده غيرة على التميز، غيرة على الإبداع، غيرة لا يستحق الحياة يعني، هذا وجهة نظري. يا سلام. الغيرة مو الحسد، أكيد الحسد الله يكفينا شر، أكيد بالله الله يكفينا شر. الغيرة هي الدافع، إنك تتمنى للثاني الخير، ولكن تقول أنا عندي إمكانيات بعد، أقدر أني أصير معه، أقدر أني أصير مثله، أقدر أني أصير بالمستوى حقه. فالغيرة هي الدافع في كل شيء يعني. أنت يا مشعل لو ما الغيرة ما قدمت البرنامج، لو ما ودك إنك تحس أكيد إنك ما عندك شيء. إمكانيات ودك تقدم، صح ولا لا؟ نعم. لو ما الغيرة الإنسان ما كتب، الشاعر نفسه ما كتب قصيدة أجمل من قصيدة. يا سلام. الشاعر يغار حتى من النصوص أحيانا. يا سلام. يغار حتى يحاول إنه يجاريها أيضا. ما يجاريها، يحاول إنه يصعد مستوى يعني. بالضبط. الغيرة لو ما الغيرة ما حد صار دكتور، ما حد درس، ما راح سعود أمريكا. صح. الغيرة هي الدافع يعني، الإنسان هذا شيء طبيعي يعني، ولكن مو الحسد. الغيرة انك تغار وانك تقدر تقدم شيء وتؤمن بتوفيق الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. طيب والله يعني صراحة انا ما بين قامتين شعريات، وانا احب الجدال هذا والنقاش الجميل هذا للأمانة، خصوصا لكم سيرة حافلة في المحتوى والمادة اللي جالسين تقدمونها. نبي تغريدة منك وتغريدة منه، بعدها نختم الحلقة، وفي أي رسالة نبي نقدمها بعد التغريدتين اللي تقولونها؟ من أنت سعود؟ لا أنا ما تعداك والله. قبل شوي قال الكبير. كبير الله سبحانه. الكبير الله ما فيها شك، ما فيها شك. قلت لك أنا من قبل شوي يسقط عليك بس من تحت الطاولة، بس ما أسمع، ما أدري. محبب هذا يعني. والله ما أدري تغريدة، ما أدري وش اللي يعني. خصوصاً إن يعني صداعاً في الوقت الحالي يمكن التغريدات. والناس تغريدة كم بيت تجي؟ هو يبي شيء معين بس ما فهمت أنا يعني. تغريدة الله تبي غزل أعتقد. ما أنا ما لي دخل، أنا ما لي دخل يا جماعة، ما لي دخل أنا. ما قال تغريدة إلا فيها. أنا رجال قلت تغريد يا أخي، سوء الظن يا أخي. إني مقل والله. يا أخي سوء الظن ما. خلي أقول لك شيء وجداني. طيب. قول فمان الله لو كان المفارق شيء أنا ضاري عليه من أول السنين، أودعك الله وروحي ولا تحكين مدامك ناوية بنك.
تخليني ولا احتاج العذر راهي ولا تبكين انا ظلم الزمن قبلك لعب فيني كثر ما عشت بفراق ووداع الحين احس ان المفارق شيء روتيني واحس من كثر ما لوحت للغالين عشان الوح الله خالقي الله 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 ذكرتني بيتين يقول ان غالين راحوا في صدى زحمة سنين وغالين عاشوا في عيون الشمالي الله. ليت الغياب اللي أخذ شوف غالين ينظر بعين الشوق وينظر بحالي غالين تذكرهم بدا العين عينين واللي أذكرت أسماءهم طاب فالي وغالين عاشوا مثل خنجر وسكين والمشكلة للحين عندي غوالي الله. يا ما ذرفت الدمع عين ورا عين ونغر في غالي ويطيب غالي الله الله المفروض نمشي معالي لا 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 شوف هذه الجماليات اللي ممكن يستفز فيها شاعر زميله عرفت فهذا الشيء جميل جدا للامانه وانا والله اني استمتع فيكم تكتبه طيب الله يرضى عليك شاعر مبدع الله يطول عمرك يا حبيبي تلقت حتى في مجال التقديم يعني الله يرضى عليك يا حبيبي يا سعود ما ودي انسى التغريده يقول سالفتنا بالغرام اثنين قصة ليت السنين تقصها دورينا لين ما تلقينا البشر في حبنا وش خصها لو نداوي بالوصل جرحينا الأماني بالتحقق نصها الله لافترقنا الله اللي يعيننا قال قلبي قبل ترحل وصها لو قساوتنا تساوي لينا غصة باقي علي وغصة وغصها الله بالصور خلي مسافة بيننا فاكر يدور الزمن ونقصها نقصها الله جميل ما شاء الله تبارك جميل جميل يا سعود والله كل منكم هو متفرد في الغرض والرسالة والمحتوى والشيء الجميل المفردة اللي يستخدمها خالد واللي يستخدمها سعود للأمانة ترى أنا إنسان قريب جدا من الكلمة وتلفتني الكلمة خصوصا أول ما تطلع من داخل الشاعر ويبان مصداقيتها قبل شوي أنت قلت كل الناس شعراء وهذا الشيء أنا دائما أتكلم عنه سعود هو جالس يقول القصيدة هو جالس يشعر في الكلمة أيضا وخالد كذلك خالد تميزت حتى في اللجنة قاموا يقولون خالد وجهك وابتسامتك اللي دائما في قصيدتك وكذا هذه الجماليات اللي كل شاعر يتميز فيها الكاريزما الخاصة فيه ترى هذه جماليات ايضا لها قبول عند الناس هي اشياء بسيطه لكن وقعها كبير سبحان الله سبحان الله واسال الله انه يوفقكم في عندنا احنا في البرنامج وقف اليتيم واخونا اليتيم هو دائما انا اقول هو امانه في اعناقكم اعزائنا المشاهدين اخوك اليتيم بحاجه انك توقف معاه وتكون سند له في ظل الظرف اللي اثر عليه وهذا الواقع اللي هو وفاة أحد والديه ولا وفاة والديه اللي أصبح ماله سند وماله معين وأنت المعين بعد المعين رب العالمين لذلك جمعية رؤوم فاتحة لكم ذراعيها تقول لكم 300 ريال تكفل يتيما مدى الحياة نبي رسالة تقدمها أخوي خالد رسالة اليتيم أخونا ولدنا وحبيبنا وهذا قضى الله وقدره سبحانه وتعالى هذا لا يعني أننا نتخلى عنه إحنا كل أبونا معاه وإن شاء الله أننا ما نخليهم بعد الله سبحانه وتعالى واليتيم جزء من المجتمع والرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا وكاف اليتيم كهاتين يا سلام في الجنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام أنا عندي بيتين يعني يقول لا تشكي الضيق عيش العمر راضي وهيم في كل وادي وجرب كل شيء وتحد ولا تنكسر للظروف بحجة انك يتيم ان ما ظهرت بيمينك ما حد يبقى الله, الله يا سلام يا سلام موفق موفق سعود شكرا اول شيء لكم مشعل على هذه الالتفات الكريمه يعني لكفاله اليتيم اسال الله ان يجعلها في ميزان حسنات أجمعين إن شاء الله يا رب هذا يعني مثل ما أفضل أخوي خالد إن يعني كلام رسول صلى الله عليه وسلم فشكرا على هذه اللفتة وكلنا يعني كلنا نشارك في هذا العمل الخيري ليعني كفالة اليتيم شكرا لكم الله يطول أعماركم ويجزاكم خير وهذه رسالتنا دائما وأبدا لأخوك اليتيم في جمعية روم 300 ريال تصرفها في أي مكان حاول أنك تجعل تجارتك
مع الله سبحانه وتعالى وتكسب آخرتك في كفالة أخوك اليتيم. أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، هذا كلام رسول محمد صلى الله عليه وسلم في كفالة اليتيم، ضمانتك في الجنة، وأيضا تجاور سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كانت اليوم بساطة الحلقة، والله أني ما ودي أنها تخلص ولا ودي أنها تنتهي على هالجماليات اللي أنا اليوم أنا بينهم، إن كان في خالد الحويكم وإن كان في سعود الفليح. إن شاء الله أن نجتمع حنا وياكم في حلقات يمكن تكون ساعتين يمكن تكون ثلاث ساعات، لازم أن نستمتع فيكم، لأني أنا أدري أن المخزون اللي عندكم أيضا أكبر من ذلك، وعلى مقربة جدا من الأشياء اللي أنتم تقدمونها بدون قصور في أي من الشعراء أو الأدباء أو أي شخص أنا أعرفه أو قد سمعت له. والله العظيم أني أنا أحب جدا كل إنسان مبدع يقدم مادة طيبة يحتذى فيها، بالعكس أنا نفسي أعتبر هذا الإنسان هو قدوة، المشعل العنزي قبل ما يكون قدوة للأشخاص الآخرين في سبيل أنه يقدم إما رسالة مجتمعية أو يقدم محتوى طيب يليق فيه ويحتذى فيه، في سبيل حتى لو طلع بيوم من الأيام عيالك بكرة لهم حق عليك، اللي وقفت قدام الناس يقولون هذا أبوي فلان الفلاني وهذا فلان الفلاني وهذا فلان الفلاني. هذه الجماليات اللي أنا دائما أنا أتكلم عنها في سبيل أن الأشخاص تكون مادتهم طيبة وجميلة يحتذى فيها. الرسالة الأخيرة، عندك كلمة تقدمها؟ الرسالة الأخيرة أشكرك وأشكر فريق الإعداد وأشكر قناتكم الكريمة على هذه الاستضافة الطيبة، وأشكر سعود بعد أنه شرفنا تواجد. الله يطول عمرك. سعيد جدا ان مقابلني، يعني غير قصور فيك يعني انت اكيد موجود. الله يطول عمرك، ما عليك زين. حظي جابني مع سعود، هذا يعني شيء يشرفني. الله يطول عمرك يا حبيبي يا خالد. سعود اشكرك مشعل، اشكر حرصك الدائم يعني على اننا نكون معاك دائما. الله يطول عمرك. انت يعني ارجع واكرر انك يعني جمعتني في ابو حامد خالد ابن عم وصديق ومبدع، فعلى ما يقولون مرة الحلقة كذا خفيفة لطيفة. نعم. يعني في ابتسامة أبو حامد وابتسامتك أيضا. الله يسلمك وعافيك. أيضا مشعل أنت يعني ما شاء الله عليك مبدع ومتفرد في التقديم وأيضا في الشعر. الله يطول عمرك. يعني كمحبين لك نطالبك أنك ما تنسى الجانب الشعري، لا يأخذك الجانب الإعلامي من الجانب الشعري. على خشمك. إحنا دائما في الانتباه. الله يطول عمرك، حنا دائما على نهجكم، والله إن على نهجكم ونتعلم من مثلكم وشرواكم. الله يطول أعماركم، يجعلكم ذخر إن شاء الله. لاجئ أنا بروحي بعزم وباس، وعادي لو إن القلب غربني، مو شرط أنا ناسب جميع الناس، بعض الأوادم ما تناسبني. أشوفكم على خير.